قال التاسع والثلاثون الذرية الطاهرة للدوالي للدوالي رحمه الله تعالى. قال الإمام الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد الأنصاري الشهير بالدوالبي في كتابه المذكور بالسند إليه قال حدثني إسحاق بن يونس قال حدثنا سويد بن سعيد عن المطلب بن زياد عن إبراهيم بن حيان عن عبد الله بن الحسن بل عن عبد الله بن الحسن رضي الله عنه عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر علي وكان يوحى إليه فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال لي يا علي صليت الفرض قال لا قال اللهم إنك تعلم أنه كان في حاجتك وحاجة رسولك فرد عليه الشمس فردها عليه فصلى وغابت الشمس والمراد بالفضل بالفرض صلاة العصر وقد روى الحديث الطبراني وغيره بسنده إلى أسماء بنت عميس بلفظ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يكاد يغشى عليه فأنزل عليه يوما ورأسه في حجر علي رضي الله عنه حتى غابت الشمس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال له صليت العصر يا علي قال لا يا رسول الله فدعا الله فرد عليه الشمس حتى صلى العصر قالت فرأيت الشمس بعدما غابت قد ردت حتى صلى العصر. قال الحافظ جلال الدين السيوطي في جزء كشف اللبس في حديث رد الشمس إن حديث رد الشمس معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم صححه أبو جعفر الطحاوي وغيره وأفرط الحافظ ابن الجوزي فأورده في الموضوعات وقد أخطأ ابن الجوزي في هذا.